بينورني ويشرفني في استوديو في هذه اللحظات استاذ الكبير والناقد الرياضي ايهاب الجنيدي، الناقد الرياضي بمصري اليوم وموقع جريده اس الاسبانيه. استاذ ايهاب منورنا ومشرفنا. مبروك وتحياتي لكل جماهير النادي الاهلي ومشاهدي قناه النادي الاهلي. علي صوتك بس شويه بعد اذنك. طبعا بشكر زميلتي العزيزه روزانا نصر واللي قامت او عملت فقره السوشيال ميديا، واكيد اتكلمنا او شافت كل الامور وعرضت حضراتكم كل الامور و كل ما يتعلق بالسوشيال ميديا من خلال نجوم كرة القدم. عندنا كلام كتير جدا عايزين نتكلم فيه، خلينا نبتدي بالنادي الأهلي والمرحلة الحالية ومدى أهميتها بالنسبة للنادي الأهلي، وخصوصا أن أنت مقبل على مباراتين جامدين جدا، المقاولين العرب والزمالك، والأهم كمان أن المباراتين دول يحسموا بطولة، بطولة الدوري إن شاء الله. خلينا في الأول نقول أن النادي الأهلي اختار توقيت مناسب جدا كويس. في ظل ظروف الموسم واللي ظروف اللي فرضها عليه اتحاد الكوره واللي فرضها السيزون بشكل عام، وتنظيم مصر المفاجئ برضو اللي بطوله كاس الامم الافريقيه اللي ما كانش في الحسبان قبل انطلاق الموسم. طب ما اصل الجزئيه دي برضو مهمه، ايه اللي عطل يعني ايه اللي عطل الدوري في موضوع ان مصر تنظم البطوله؟ ما كده كده البطوله كانت هتتلعب في الكاميرون، يعني كان المنتخب هيسافر بدري للكاميرون يعني نفس المده تقريبا. ليه الناس دايما بتتكلم بتقول لك اصل مصر هتنظم البطوله؟ والله وفقا لحجج اتحاد الكره او ما ترددت حجج اوكي الملاعب اللي تم غلقها عشان مباريات البطوله. طب ما الملاعب اللي تم غلقها انت كنت كده كده بتلعب مباريات الدوري، بس بتلعب في استاد برج العرب والملعب كان مش كويس جدا طبعا، بس كنت بتلعب مباريات، كان بيتلعب فيه مباريات بالظبط يعني. بس هو دي اللي قاله لنا اتحاد الكوره او اللي طلعوا بيه للعالم كله كمان مش لمصر بس، الظروف وتاجيل بعض المباريات. والنادي الاهلي احنا عارفين طبعا قصه مش عايزين نفتح فيها من تاني، قصه خلافه مع اتحاد الكوره والقيد وازمه القيد وما تلاها، كل المشاكل دي السبب فيها عدم التنسيق الجيد طيب. منذ بدايه الموسم هنرجع من القائمين على الكره المصريه، هنرجع نتكلم بالتفاصيل عن النادي الاهلي والكره المصريه. خليني اروح سريعا استاذنك ناخد مداخله مهمه جدا مع نجم من نجوم المنتخب التونسي السابق كابتن زياد الجزيري. يا كابتن زياد مساء الخير على حضرتك. مساء الخير عليكم ومرحبا. اهلا وسهلا بحضرتك، يعني طبعا عايزين نتكلم معاك عن تقييمك للمنتخب التونسي على مدار بطوله الامم الافريقيه، وقبل كمان مباراه مهمه على المركز الثالث ما بين المنتخب التونسي والمنتخب النيجيري. تقييم المنتخب التونسي يعني في تقييمين، تقييم يعني في الدور الاول قدمنا صوره سيئه، قمنا بكذا التعادلات وكنا نجم يعني نروح من المجموعه الاولى. في البطوله الاسبوع الثاني يعني شفنا مرات احسن، شفنا تحسن لين وصلنا لمباراه الثنائي مع السنغال. بالنسبه لي كانت افضل مباراه للمنتخب التونسي الشوط الثاني، امنا بروحنا، احنا القدام زدنا الفرص وفي الاخر حكم ما حرم المنتخب التونسي من ضربه جزاء، لكن سوء البدايه، سوء البدايه هي من سبب الوحيد هو بالنسبه لي هو الاطار الفني، يعني مجموعه اللاعبين اللي كانت موجوده خاصه في وسط الميدان، يعني كانت عندهم حلول كثيره في وسط الميدان تخلي الفريق يلعب في صوره احسن ويكون عنده يعني جانب المعنوي جيد. يعني المنتخب التونسي ما تخرجش في البطوله من الاول صح، لانه الشيء المعنوي ما كانش كويس، لانه مربوط بالفنيات وبالمردود. طيب ايه الفرق ما بين المنتخب التونسي في الادوار الاولى او في الدور الاول بالتحديد والشكل المغير تماما بدايه من مباراه غانا؟ ايه اللي اتغير في المنتخب التونسي خصوصا ان هي البطوله نفس البطوله يعني؟ شوف الحق لاعبين، يعني شفنا في المقابله الاولى شفنا كشريده وجه اللي هو لاعب معناه متميز في الجهه اليمنى مع النجم الساحلي، يعني الناس كل شافت وانا من الناس اللي كنت اللي قلت من اول قلت لهم راهو نلعب بالتكتيك كبيره ما نجمش نكونوا كويسين، يعني شفنا تغيير كامل، شفنا بيتو على اليمين وبيتو يلعب السعوديه عنده مدى ما لعبش. مع غياب الفرجاني الفاسي اللي هو كان الحل الوحيد، يعني هو كان اللاعب الوحيد اللي كان يربط ما بين الوسط بالهجوم، اللاعب اللي كان غايب بالنسبه لي في منتخب مصر طارق حامد ولا مني كانوا قادرين باش يعطيوا الكوره للمهاجمين بتاعهم. نفس الشيء في المنتخب التونسي، يعني شفنا يعني وسط ميدان عنده قطع في تبرير الكوره من الصخيري شفت ما كانش يلعب في مكانه، مع غياب الفورمه على مساكن، مع غياب رقم التسعه لاعب الكثير اللي قادر يصنع. المنتخب التونسي زي نفس المشكل اللي في المنتخب المصري، رواد مصر ما نجمش يكون في المستوى، الخميسي حاول يطلع
نص المستوى. هل بتفوز بالمقابلات الكبرى ولا بالالقاب الكبرى اللي يكون عندك مهاجم يخلص لك اي دقيقه؟ واللاعب وسط ميدان اللي قادر يحكم في الكوره، نحن المنتخب التونسي الدور الثاني ولا قادرين نشد الكوره مع دخول فرجاني تيزي في المباراه. طيب يعني طبعا كابتن زياد الجزيري هو صاحب الهدف او هدف الفوز ببطوله الامم الافريقيه في 2004 امام المنتخب المغربي في النهائي الافريقي في الاراضي التونسيه، واكيد هدف ما يتنسيش بشكل كبير جدا. فبالتالي انا عايز اسال حضرتك عن الفرق ما بين الجيلين، جيل 2004 اللي حقق البطوله الوحيده لتونس، والجيل الحالي اللي قدر اخيرا يوصل لدور نصف النهائي بعد غياب فتره كبيره، غياب من 2004 برضه عن الوصول لنصف النهائي. شوفوا هو الحاضر يتغير. شوف كان حسن شحاته مدير المنتخب في المنتخب المصري، كان تروع كان في وطن نفس الشيء. يعني في 2004 كانوا لاعبين يعني يحسوا بروح المسؤوليه وعايزين يعني يصرفوا الجماهير التونسيه والمصريه. يعني ما نقولش يعني اللاعبين هذوما ما تكونوش المسؤوليه، كان في عقليه اخرى. يعني في عقليه المنتخب، مش لازم تكون انت لاعب بارز في شيوخك باش تكون في المنتخب في مستوى كبير. يعني فما عقلية المنتخب لازم ترجع، يعني لازم ترجع الروح هذيك وترجع اللحمة، ترجع روح الفريق. ما نقعدوش نستناو في حام صلاح باش يسجل هدف باش يفوز بالبطولة واحد، ولا نستناو يوسف المساكني. لازم الفريق كامل يكون معناها مع بعض وترجع روح المنتخب اللي فقدناها معناها في المنتخب المصري ولا التونسي. فعلا دي حقيقة. بيسألوا على جريتس. طيب. على مين؟ ألان جريتس. احنا عايزين نسأل حضرتك برضه على ألان جريتس، وهل هو ممكن يكمل مع المنتخب التونسي ولا أعتقد صعب خلاص بعد بطولة الأمم الأفريقية؟ وهل من وجهة نظرك المدير الفني الوطني هو الأنسب للمنتخب التونسي؟ خلاص جريتس هو اللي كان المشكل في المنتخب التونسي. يعني دخولنا السيء في البطولة كان من سوء اختيار عن اللاعبين في أماكنهم من جريتس، وخلى الفريق يعني يدخل صورة معنوية صعيبة. على معنى كان فما مردود كان متواضع، ما تحسن إلا عطاء. كانوا باش ياخذوا القرار معه. نصور مصيره انتهى مع المنتخب التونسي. لازم المنتخب التونسي تو عانى لاعبين شوطين في البطولة، ربحنا لاعبين شوطين، لازم يعرف يختاروا ناخذ الوطن، لازم يكون متفرغ. صح. نفس المشكل في مصر، ما نقعدوش نلمجوا على أجيري ناتيان فيورو في الفلسفار. عندكم حسن شحاته اللي فاز بالألقاب المنتخب المصري، علاش ما تمام. طيب كابتن زياد لسه معانا على الهاتف ولا ايه؟ طيب الخط قطع. كانت مداخله مهمه جدا من الكابتن زياد الجزيري النجم التونسي الكبير، كان جيل مختلف تماما. طبعا اللي قدر ان هو يفوز مع المنتخب التونسي في 2004 ببطوله الامم الافريقيه. رجع لنا تاني الكابتن زياد الجزيري. طيب اخيرا يا كابتن زياد، عايز اسال حضرتك على البطوله بشكل او قبل ما اسالك كمان على البطوله، بكره رؤيتك لمباراه تونس ونيجيريا، كيف ترى هذه المباراه وتوقعاتك ليها ايه؟ شوف هي نقول النهائي التعيين، يعني ما نحن ما نعطيش اهميه. يعني بعد خساره بالنسبه لي يعني زي المقابله، يعني بعد ما تخسر النصف النهائي ما نفهمش يعني روح، ما نفهمش عقليه باش المرتبه الثالثه والرابعه كيف بالنسبه لي. هو مسيد حقيقي يلعب النهائي، يعني مسيد حقيقي الحقوق ما بين السنغال المنتخب الجزائري. هي حاجه تطلع على البوديوم رقم ثالث، اما بالنسبه لي هو البطوله لما تروح الكاس تفرق البطوله. طيب رؤيتك ورأيك في بطولة الأمم الأفريقية هذا العام، سواء من الناحية الفنية والناحية التنظيمية، كمان مهم جدا بالنسبة لنا نسمع رأيك في البطولة التنظيمية. تنظيمياً حد نشكر معناها مصر واللي كانوا قايمين، يعني بطولة تنظمها في 6 أشهر مستحيل. يعني الدول سنوات وسنوات في الكامرون يعني، وما نجموش في الآخر يعني ما نجموش ننظموا كأس أفريقيا. يعني معناها مصر 5 شهور تنظم بطولة بالقيمة هذه، شفنا الملاعب في المستشفى مجال أمنيا كان في مستوى كبير برشا، مليار 300 عبد شاهد الافتتاح يعني حاجة كبيرة، كانت حاجة كبيرة بالنسبة حتى السياحيين بالنسبة لمصر. ما فازوش، ما كانوش لاعبين في مستوى كبير بصراحة. لكن نحب نقول يعني مبروك لمصر، يشرفوا أفريقيا، وشفنا تنظيم كبير برشا، وهذا شيء ماهوش غريب على مصر. تمام.
يا كابتن زياد انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا. كان معانا على الهاتف كابتن زياد الجزيري نجم المنتخب التونسي السابق وصاحب هدف الفوز على المنتخب المغربي في 2004 نهائي الكان بالتحديد وفوزهم بهذا اللقب الوحيد لتونس حتى الان. واتمنى كل التوفيق للمنتخب التونسي في مباراه الغد على المركز الثالث مع نيجيريا. استاذ ايهاب الجنيدي كنا بنتكلم عن النادي الاهلي. انا عليا تعليق بس فضل. انا منتخب تونس انا من اول بطوله كنت بشبهه في البطوله دي بالبرتغال في 2016 البرتغال يورو 2016 وكانت ممكن تكمل معايا يعني لو الماتش اللي فرجاني ساسي طبعا ضربه الجزاء اللي ضاعت كان ممكن تكمل مع المنتخب التونسي طبعا. ثلاث تعادلات قدر يتاهل وقدر يتاهل تاني بعد الثلاث تعادلات وكان ماشي بشكل كويس وجيل كان برضو نقدر نقول جيل مش عايز اقول سيء جيل جيد من اللاعبين في ظل التوقعات ما كانتش معلول بس طبعا وما ننساش ان المنتخب التونسي المنتخب الثاني على في التصنيف العالمي بالنسبه لافريقيا فكان منتخب طبعا داخل البطوله بطموحات برضو كبيره وقبل البطوله كانوا مستعدين بشكل كويس قوي يلعبوا كرواتيا هناك في كرواتيا كسبوهم 2-1 في كاس العالم البدايات كانت سيئه بس مشوا وقدروا يعملوا ماتش كبير بالزبط. جدا في دور الثمانيه طبعا الثلاثه في دور ال 16 3-0 اللي كسبوها قدروا يعدوا بس في النهايه قدام كنا نتمنى نهائي عربي بالظبط اكيد كنا نتمنى ان شاء الله كل التوفيق للجزائر في النهائي وكل التوفيق لتونس على المركز الثالث. نرجع بقى للمشاكل بتاعتنا احنا في مصر اللي مش هتخلص دي النادي الاهلي واتحاد الكره النادي الاهلي واتحاد الكره وخلاص اتحاد الكره استقال وبشكل رسمي امبارح او اول امبارح كان خلاص المده القانونيه كمان انتهت الموضوع انتهى بالظبط الفتره الجايه شايفها ازاي عشان يجي اتحاد كره جديد طبعا طبقا للوائح وطبقا لكل هذه الامور هيتم التنسيق في الاخر هل هتبقى لجنه هتكمل لغايه الانتخابات التكميليه هل هيبقى في انتخابات في 2020 مره واحده كل دي الامور لسه هنشوفها خلال الفتره الجايه على حد معلوماتك انت الامور حتى الان عايز اقول لك غامضه التحركات في عند المسؤولين المصريين وبتحديدا اللجنه الاولمبيه المصريه هي المنوطه حاليا بالدور وهي اللي بتدير الموضوع كله حاليا مستنيين نهايه بطوله افريقيا تمام الحدث الاهم حاليا أكيد. في مصر القياده السياسيه أكيد. الدوله طبعًا. بكل مسؤوليها وكل قدراتها مسخره للموضوع ده انه ينجح وانه يحالفوا التوفيق فمفيش اي تحركات دلوقتي لحين انتهاء البطوله يوم الجمعه ان شاء الله ماتش الجزائر والسنغال الماتش النهائي بعدها هيبدا تحركات في اتجاهات من اللجنه الاولمبيه المصريه انها تخاطب الاتحاد الدولي عشان تعيين لجنه مؤقته لاداره الكره المصريه لحد موعد الانتخابات لغايه موعد الانتخابات وهل ممكن يسمحوا لهم ان اللجنه دي تدير لمده سنه لغايه 2020 ونهايه طبعا دوره الالعاب الاولمبيه وطبقا للوائح المفروض خلال 90 يوم يبقى في انتخابات تكميليه يعني يوم 30 نوفمبر صح الدعوه للانتخابات التكميليه نوفمبر بالظبط يكون في انتخابات او الدعوه للانتخابات التكميليه لو مش كده لازم بقى يكون في لجنه تدير لحد انتخابات في 2020 غير انتخابات الاتحادات كلها بالمناسبه لغايه الانتخابات اللي هي 2020 ده اللي عايزاه وفقا لمعلوماتي ده اللي عايزينه دلوقتي اللجنه الاولمبيه المصريه تمام. من خلال اداره لجنه مع ثروت سويلم اللي هو حاليا بيدير امور الاتحاد تبقى اللجنه دي مسؤوله يتم اختيارها شخصيات رفيعه المستوى الرياضيه قادره على التنسيق للمرحله الجايه الصعبه اللي بتنتظر فيها مصر تصفيات طبعا كاس العالم 2022 تبقى مرحله مهمه جدا تصفيات بطوله الامم الافريقيه وتصفيات بطوله الامم الافريقيه ده فيها يعني الاثنين هيبداوا الفتره الجايه هنشوف تصنيف الكاف لان اعلن نظام جديد للتصفيات برضو وفقا وفقا لترتيبك القاري فالموضوع صعب الموضوع مش سهل لازم يبدا هيكون على راس التحديات الجايه اختيار مدير فني وده هيجرنا لفتح الملف الاهم ده ملف مهم جدا كلام كتير على بعض المدربين المصريين يكون مدير فني وطني بعض بينادي ان يكون مدير فني اجنبي الاصلح ايه من وجهه نظرك وطبقا لمعلوماتك كمان ايه الاقرب الاقرب مدرب وطني الفتره المقبله والواقع بتاع الكره المصريه في السنين اللي فاتت كلها بيقول ان النجاح بالنسبه للكره المصريه بشكل اكبر كان مع المدربين الوطنيين طبعا انجاز كابتن حسن شحاته الانجاز الافريقي اللي ما حدش وصل له ثلاث بطولات 2006 2008 2010 متتاليه وقبليه طبعا الجنرال الراحل محمود الجوهري انجازاته طبعا سواء في بطوله افريقيا او التاهل لكاس العالم 90 بايطاليا ده كله بيرجح كفه المدرب الوطني وهو الانجح خاصه ان دايما الفترات الصعبه اللي كانت بتمر بيها الكره المصريه او الفترات اللي فيها ازمات زي كده كان دايما بيكون اللجوء للمدرب الوطني عارف لما برضه بيحصل في الاهلي مشكله نفس القصه ومدرب مشي بعد دروب بعد حاجه عايزين حد يجي طيب نشوف عبد العزيز عبد الشافي نشوف حد اللي هو رجل انقاذ دايما المدرب الوطني بيبقى الافضل بعد اي حصلت مع الكابتن حسن شحاته في 2004 لما كان عندنا تارديلي
بالظبط هو المدير الفني الايطالي لمنتخب مصر. بعد كده جبنا الكابتن حسن شحاته كفتره مؤقته، وبعد كده كمل الكابتن حسن شحاته الحمد لله ان هو كمل، لان جاب لنا طبعا انجازات كتيره جدا، نتمنى كل التوفيق. لكن الاسماء بقى المطروحه مين؟ والله حاليا وفقا لما يدور ان في خمس اسماء، خمسه على راسهم الكابتن حسن شحاته. كابتن حسن شحاته، كابتن حسن شحاته مع الاتجاه ده انت؟ انا مش مع الاتجاه ده تماما. انا مع اتجاه لمدرب شاب، مدرب العالم كله اوروبا حاليا احنا شايفين يورجن كلوب عمل ايه في ليفربول، عمل تغيير في المستوى، شايفين يعني انا بشوفه اهم مكسب في بطوله افريقيا 2019 شخص يسمى جمال بالماضي. طبعا شخص مدرب، مدرب ناجح جدا، مدرب لديه فكر، مدرب بيغير في الماتشات. كل مباراه للمنتخب الجزائري في تكايه فنيه الناس بتشوفها، في حاجه في تغيير كده بيقلب المباراه، صح. في حاجه بيعملها صح، مدرب فاهم وواعي، مدرب شاب صغير. ده اللي موجود دلوقتي حاليا في اوروبا وفي العالم كله. شفنا بيب جوارديولا، شفنا زيدان، يعني بعد تجارب ريال مدريد احنا شفنا رجع تاني لزيدان. مدرب الانجح اللي عمل له الثلاثيه التاريخيه اللي صعب على اي فريق، دوري ابطال اوروبا ثلاثيه متتاليه. يورجن كلوب زي ما قلنا برضو في ليفربول، وتغيير اداء ليفربول وتغيير يعني رؤيته الفنيه اللي انعكست على اداء حتى نجمنا محمد صلاح، وتغيير الاهداف كمان في ليفربول. ليفربول بقى لهم فتره ما كانوش بينافسوا على دوري ولا كانوش موجودين على الصعيد القاري اساسا يعني في الفتره اللي فاتت، رغم انهم احد الانديه الكبيره على المستوى القاري تاريخيا بخمس القاب اللي حصدوا السادس طبعا قبل اللقب الاخير. فكل ده انا بميل للمدرب صغير السن او المدرب الشاب، لان فكره فكر التغيير والتدريب حاليا بقى علم مش زي زمان مدرب عنده بس الخبرات بيبقى ليها دور برضه. يعني انت لازم تبقى عندك علم اوكي، والعلم قد يقودك لعدد من الالقاب زي ما حصل مع جمال بالماضي، زي ما زين الدين زيدان والكلام من ده، لكن في نفس الوقت بتبقى محتاج لخبرات. كابتن حسن شحاته عنده هذه الخبرات. انا مش بقول لك ان لازم كابتن حسن شحاته يجي، هي هتبقى مجازفه كبيره جدا بالنسبه له ان هو حقق تاريخ خلاص مع منتخب مصر قد لا ينجح لو تولى المسؤوليه مره ثانيه، فهتبقى مجازفه في الحقيقه. هي دي اللي هتبقى المشكله. وانا كتبت في القصه دي حتى النهارده، انا حبي الكابتن حسن شحاته ومعرفتي الشخصيه بيه كلنا بنحبه، ان هي ان القصه انك بتراهن على تاريخ، يعني في النهايه الناس هتقول لك جه فشل تاني صح او جه نجح تاني. طبعا لو نجح نتمنى المنتخب، بس حال ان انا فشلت انا حاليا كل ما يجي اسم حسن شحاته زي ايقونه في الكره المصريه، طبعاً ايقونه الثلاثيه التاريخيه أكيد. وعندي الناس كلها، طب في حال اني فشلت صوره ايه؟ انا غيرت صوره جميله، صوره يعني مش عايز اقول طبعا صوره مقدسه والكلام، بس هو حسن شحاته شيء كبير جدا أكيد. في الكره المصريه حاليا. طيب الاسماء بقى الشابه اللي ممكن يكون مرشحها، كابتن حسام حسن مثلا، كابتن حسام البدري، كابتن ايهاب جلال، هم اللي بيطلعوا، واخيرا احمد حسام ميدو. وميدو بعد تجارب النجاح كلهم مدربين حاليا زي ما احنا عارفين، ايهاب جلال المصري، حسام حسن سموحه، ميدو المقصه، ميدو المقصه، والبدري الوحيد اللي ابتعد واتجه للسلك الاداري او العمل الاداري بيراميدز، ففي نادي بيراميدز بالطبع. الاقرب منهم لحد دلوقتي والله انا مش عايز اي حد. ليه انتوا عايزين؟ انا يعني مثلا ليه ما بيتمش طرح اسم الكابتن ربيع ياسين مثلا؟ انا مع الاتجاه ده، كابتن ربيع ياسين الراجل حقق بطوله افريقيه مع منتخب مصر، اخر بطوله قاريه مع منتخب الشباب، يعني منتخب الشباب في 2013 صح؟ 2013 اخر بطوله قاريه لمصر، اخر بطوله حققها منتخب الشباب. انا مع اتجاه لكابتن ربيع ياسين، مع اتجاه لكابتن طارق العشري. ليه ما منحش التجربه لكابتن طارق العشري؟ ليه بعيد عن الصوره؟ مش موجود ليه في الصوره؟ يعني القائمين على الكره المصريه او من يتحدثون حاليا باسم الكره المصريه ايا كان من هم يعني، واللي بيسربوا تسريبات الاسماء دي، تسريبات ليه يعني بيطلعوا تصريحات الاسماء يعني؟ دي ما هي بالونه اختبار. يعني كابتن حسن شحاته بالونه اختبار وساعد عليها تصريحاته الاخيره بعد المنتخب. هو نفسه يرجع كابتن حسن شحاته طبعا، اي حد نفسه يكون متواجد منتخب مصري طبعا، الحب طبعا والشعب المصري. بس برضه كابتن طارق العشري ليه ما بيتمش طرح اسمه بقوه؟ الراجل تسألي اللي انا بطرحه من خلال البرنامج هنا، ليه كابتن طارق العشري مش موجود؟ ليه مش موجود في الصوره؟ مدرب قدير، مدرب لديه خبرات، يعني شاب ولديه خبرات صح، لعب افريقيا ودرب في افريقيا مع انديه مختلفه في ليبيا وفي كذا مكان. لا الراجل كمان متزن في تصرفاته وتصريحاته، الراجل اعتقد يقدر يقود منتخب مصر. انا شايف، انا بطرحه من هنا ان ده خيار جيد للمنتخب المصري الفتره الجايه في حال المدرب الوطني، ولكن في حاجات لازم نتفق عليها. انت بترجح مين طب الاول؟ انت بترجح مين اللي يجي في المجموعه دي؟ من المجموعه دي لو هي حد، لو اختيار، انا شايف ان كابتن حسن شحاته هيجيبوه.
ده انت بتحل نياتك ولا في حال ان هو موافق وعنده رغبه زي ما ظهر من كلامه مؤخرا وتصريحاته على المنتخب انه لا يمكن يرد دعوه المنتخب والكلام ده، هيكون الخيار الاول، ولو حد بعديه هيكون حسام حسن. حسام حسن. طيب يعني اكيد نتمنى ايا كان اللي هيتولى مسؤوليه منتخب يعني مصر، يعني لازم برضو نحط نقط معينه زي ما بنقول، نحط النقط فوق الحروف. هجيب مدرب وطني لاتحاد الكوره من دلوقتي، ادي له صلاحيات كامله. صلاحيات كامله بمعنى ايه بقى؟ انا ما امسكش مدرب وطني و افرض عليه ناس، انا جبتك وعملت عليك يعني طبعا ايه، يعني عملت واجب. هو ده اللي كان بيحصل؟ ما هو ده اللي كان بيحصل، عملت معاك واجب. أنا بجد ده اللي كان بيحصل؟ انا جبتك منتخب مصر وكان لا، انا عايز مدرب وطني بلا اي ضغوط، مدرب وطني بلا اي خريطه طريق محددها له غيره، هو اللي يحط خريطه الطريق للفتره الجايه بلا اي مجاملات، يختار اللاعبين. احنا شفنا يعني الاول مره، للاسف للاسف انا بقول للاسف، ان الاول مره منتخب مصر يخرج وفي الشارع المصري في نسبه كبيره جدا، يعني مفيش حزن نسبة كبير. إيه؟ لا ده سيبك يعني من الحزن كمان، ده اول مره تلاقي في اتفاق كبير جدا إن المنتخب من الشعب المصري ان المنتخب يستحق الخروج، وان المنتخب يفتقد بعض العناصر باسماء محدده. الشعب المصري كله اتفق يعني مقر على خمس اسماء بالظبط، ما فهمش جدال يعني، ان كان عمرو ده بيدل بشكل اكبر، وعبد الله جمعه وكهرباء يعني، في احمد فتحي واحمد فتحي ومحمد هاني اي حد منهم في الباك اليمين لو كان صعب نختار الاثنين يعني طبعا. كان ما فيش اي جدال بين الشعب المصري كله، اهلي وزمالك بيقول لك فلان وفلان، لا ده دليل اكبر على المجاملات اللي كانت موجوده بالظبط. الاختيارات ايوه في المجاملات يعني في الاختيارات، مش عايزين نخش وكيل لاعبين ازاي ماسك نص المنتخب والكلام الحاجات الغلط اللي كانت في الفتره اللي فاتت دي كلها. لازم يبقى تنتهي. جمال بالماضي في تصريح ليه قبل ما يمسك المنتخب ده وجي من قطر وجي من نادي الدحيل، قال الباب مفتوح للي عايز يمثل الجزائر. صح صح، شفنا الفتره اللي فاتت كان اللعيبه المحترفين في فرنسا ومعظمهم طبعا ده ناتج عن التصريح. أوروبا. التصريح ده ديلور لاعب عنده الجنسيه الفرنسيه واختار انه يلعب منتخب الجزائر. اثنين من افضل نجوم الكره الافريقيه والكره الانجليزيه بالزبط. وبيتنافسوا السنه دي على الكره الذهبيه بالنسبه لافريقيا بنسبه كبيره يعني، واحد منهم وغالبا اللاعب اللي هيرجح كفه منتخبه في المباراه النهائيه واللي فرقته هتاخد البطوله غالبا هتكون الجائزه من طيب. نصيبه هذا. خلينا سريعا ناخد تواصل وردود افعال الجماهير على صفحات الاهلي المختلفه بخصوص افضل مباراه في البطوله حتى الان بطوله الامم الافريقيه. نبتدي بفيسبوك. محمد عطيه قال مباراه نيجيريا والكاميرون، نيجيريا والكاميرون جميله 3-2. واحمد ابو احمد قال مباراه الكاميرون ونيجيريا، وكمان ده واضح ان في اجماع على نيجيريا والكاميرون. احمد المصري قال نيجيريا مع الكاميرون. كريم كيمو قال مباراه الاكثر اثاره هي اكيد مباراه الكاميرون ونيجيريا. احمد مصطفى قال الجزائر وكوت ديفوار. عبد الرحمن قال الكاميرون ونيجيريا. السنغال وتونس ده مؤمن. عبد مصر وجنوب افريقيا، لا مصر وجنوب افريقيا. مصر وجنوب افريقيا بتفكرنا ليه بالكلام؟ يعني عموما واضح ان في اجماع كبير جدا على مباراه الكاميرون ونيجيريا، دي كانت افضل مباريات البطوله. هي كانت مباراه قويه جدا، فريقين دايما بياخدوا البطوله الافريقيه، فريقين دايما بيوصلوا للنهائي، بينهم تاريخ طويل من المواجهات أكيد. وقدموا ماتش كبير جدا. تمام استاذ ايهاب، نورتنا وشرفتنا وكنت سعيد جدا ان انت معايا النهارده. اشكرك وشكر لقناه النادي الاهلي. بشكرك شكرا جزيلا. كان معانا الاستاذ ايهاب الجنيدي الناقد الرياضي بالمصري اليوم وموقع جريده اس الاسبانيه. فقره الضيف واخر فقرات كلام في الميديا النهارده، استنونا حلقه جديده بكره ان شاء الله من نفس البرنامج. الى اللقاء.